الجوهر
تعرف ما يجب لله وما يستحيل على الله. هذا العلم ليس مذموما في الإسلام، علم التوحيد، علم العقيدة، هذا لا يصح الإيمان ولا يصح الإسلام بدونه. شو يعني بدونه؟ بدون معرفة الله يعني. لأنه شو يعني علم التوحيد والعقيدة؟ به تعرف الله وما يجب لله وما يستحيل على الله. علم الكلام المذموم الذي ذمه الشافعي ومالك وأحمد والسلف ليس علم أهل السنة، ليس علم التوحيد والعقيدة والتنزيل، هو الكلام الذي كانت تلهث به المعتزلة، يعني كلام أهل الأهواء، كلام أهل البدع الذين كانوا يعارضون به أهل السنة. هذا الكلام المذموم، مش علم الكلام اللي هو علم التوحيد عند أهل السنة. أليس الله منح الدليل العقلي؟ شو يا أخوانا مركزين؟ أليس الله منح الدليل العقلي الذي يستعمل لإحقاق الحق وإبطال الباطل والرد على الكفار؟ بلى. شو الدليل؟ قال ربنا في القرآن الكريم: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. الله قال عنه حجتنا تعظيما لها، آتيناها إبراهيم، إبراهيم نبي رسول، على قومه. إبراهيم لماذا كسر النمرود لما قال النمرود: أنا أحيي وأميت؟ بريء النمرود، بريء، ما بيفهم. لما إبراهيم دعاه إلى توحيد الله وعبادته ماذا قال النمرود وما الله؟ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. من غدارة وبلادة النمرود قال: أنا أحيي وأميت. شو عمل الأخر؟ عنده ناس بالسجن، جاب اثنين، قتل واحدا وأطلق سراح الآخر، قال: قتلت هذا أمدته وأحييت هذا. غبي. انظروا بماذا فسر الإحياء والإمات. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رآه لا يفهم، عدا تبرو هذه المناظرة يحتاج إليها لنصرة الحق، لتأييد الحق، لتأكيد أهل الضلال. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رآه غبيا لا يفهم، عدل معه في أسلوب المناظرة إلى تأكيده. بالعربية بيقولوا خرس يعني، بالعربية بيقولوا خرس، أكده أخرسه. شو قال له سيدنا إبراهيم؟ قال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر. إبراهيم بالأدلة العقلية كسرهم. إذن معرفة الأدلة العقلية لتأييد علم أهل السنة هذا مطلوب، هذا من فروض الكفاية لإقامة الحجج والرد على أهل البدع والأهواء، والرد على أهل البدع والأهواء. ثم أليس ربنا قال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ هذا أي نظر؟ نظر التفكر،
المقصود. إذا انتبه، الذي ذمه علماء الإسلام هو كلام المعتزلة، كلام أهل الأهواء، كلام أهل البدع، ليس علم الكلام الذي هو لأهل السنة الذي به ينصرون العقيدة. لا، هذا الذي يذمه، تعرفون ماذا قال عنه الرازي؟ الرازي في أي كتاب؟ مناقب الشافعي. الرازي في كتاب مناقب الشافعي يقول: الذي يبغض علم الكلام ويذمه فهو كافر بالله ورسوله وباليوم الآخر. هذه الخطورة. الرازي في مناقب الشافعي يقول: إن الذي يذم علم الكلام كافر، ما عرف الله، ما عرف الرسول، لم يؤمن بالله ولا برسوله. يا إخواني، كيف يكون الإنسان مؤمنا مسلما إذا كان جاهلا التوحيد والعقيدة؟ كيف يكون؟ والرسول يقول: أفضل الأعمال الإيمان بالله ورسوله. هذا أفضل العلوم، علم التوحيد. فانتبه معي، لما قلنا الجوهر الفرد هو أصل كل الهجوم، لو أننا نوصل، شو النتيجة المرجوة؟ شو النتيجة اللي بدنا نوصلها؟ أن كل هذا العالم حادث ليس أزليا. احفظهم دليل. العالم شرحنا في درس البارحة والذي قبله، العالم متغير أم لا؟ والمتغير والحادث لا يكون أزليا. دليل. والعالم حادث، والحادث شو؟ متغير، والمتغير لا يكون أزليا. المتغير حادث، والحادث لا بد له من محدث، ومحدثه لا يشبهه وهو الله. إذا انتبه معي، هذا العالم كله شو قلنا؟ جواهر وأعضاء. شو الجواهر؟ الأجسام. شو هو الجسم المركب؟ ما له طول وعرض وعمق وسمع، مركب. طيب، أقل شيء جسم المركب يتركب من كم جوهر؟ وما فوق؟ ببلش. هذا الجسم أزلي أم مخلوق؟ مخلوق. الجسم أول ما بلشت قلت الجسم لا يكون أزليا، أول الدرس قلنا الجسم لا يكون أزليا، هذه قاعدة مطروحة عن بالكم. الجسم لا يكون أزليا، احفظوا، ما في جسم أزلي، ما في جسم أزلي. الجسم لا يكون إلا مخلوقا. هي عم نشرح لكم من البداية شو هو العالم، جواهر وأعضاء، جواهر أجسام، والجسم المركب ما تألف من جوهرين فردين فأكثر، يعني مخلوق. وأعراض، شو قلنا الأعراض؟ صفات الأجسام. والعرض ما يقوم بغيره ولا يقوم بنفسه، ماشيين معي؟ وقلنا، قال الله تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. العالم له مقادير، كميات، أحجام. فأصغر شيء خلقه الله لا تراه عين مجردة، الجوهر الفرد. منتبه، الجوهر الفرد هو أصل كل الهجوم. الهجوم يعني الأحجام. فبتكون الأحجام والأجسام والأعراض مخلوقة أم أزلية؟ مخلوقة. مخلوقة، يعني العالم كله مخلوق، والمخلوق لا بد له خالق، والخالق لا يشبه المخلوق. ماشي معي؟ ركز بعد. هذا في القلة، في القلة والصغر من تضاؤله لا يرى بالعين المجردة، وهناك شيء صغير جدا 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 لكن يرى بالعين
شو هو الهباء؟ لما تكون أشعة الشمس ضاربة على البيت، فايتة على البيت، مضاءة من الروزنة، من القوة، من النافذة، من الباب، من السقف، بهذا الضوء بأشعة الشمس ماذا ترى أنت؟ شيئاً كالغبار، مش غبار، شيئاً متطايراً بكثرة. لو جيت وقفت أنت بظل الشمس، يلي شايف ضمنه هذا الهباء، وقفت أنت بالظل، صرت بين الهباء وعملت عيونك هيك، صاروا على وشك وعلى عيونك، هل بتشوفهم؟ لا. هل تحس بها؟ مع كثرتها لا تحس بها. طيب لو عملت ايدك هيك باشعه الشمس على الهباء وعملت قبضه ثم نظرت في كفك، هل ترى شيئا؟ شوفوا قد ايه صغير، انظر كم هو صغير. هذا يرى بالعين، اما الجوهر الفرد لا يرى بالعين. الجوهر الفرد لا يرى بالعين. طيب وكل شيء عنده بمقدار. شو بدأنا بالجوهر الفرد؟ طلعنا لوين؟ الهباء. بعد الهباء يوجد أحجام أكبر، الدقيق، تعرفوا الدقيق، طحين يعني، طحين. هذا لو أصابك شيء قليل منه، القليل 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 القليل، تراه إن كان في الظل أم في الشمس. أما الهباء لا تراه في الظل. هل شايفين الهباء شيء؟ في الظل لا نراه. أما هذا الدقيق الطحين قدينا يعني النسرات منه صغيرة، النسرات منه صغيرة، بتشوفها إن كان في الظل أو في الشمس فهي أكبر من شو؟ من الهباء. طيب طلع بعد الطين، بعد الدقيق، إلى مع المنذري بين هذه وهذه في مراحل. هلا من الدقيق إلى حبة الملح الصغيرة، مش الملح اللي يسموه الإنجليزي، لا، ملح الطعام. كم هو ناعم؟ هذا أخشن، يعني أكثر، يعني أكبر خشنا من حبة الدقيق. ثم من حبة الملح إلى حبة السكر، كم من أحجام بينهما؟ ثم من حبة السكر إلى بذر الخردل، الخردل تعرفون، بذر الخردل صغير جدا، كل أربع حبات من بذر الخردل بقدر أو حجم حبة السمسم الواحدة تقريبا. انتبه معي، من حبة السكر إلى بذر الخردل كم بين اثنان الأحجام؟ وقد ايه بذر الخردل صغير؟ طيب من بذر الخردل إلى حبة السمسم كمان بين المراحل، من حبة السمسم إلى حبة الحنطة، هذا لحبة الحنطة مراحل وأحجام، ومن حبة الحنطة إلى حبة الحمص مراحل وأحجام، ومن حبة الحمص إلى حبة العنب أحجام أكثر، ما هي؟ ومراحل أكثر، ومن حبة العنب إلى حبة الجوز
أليس من صفات الله المشيئة؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأجمعت الأمة على اعتقاد ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والرسول صلى الله عليه وسلم علم بعض بناته ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فمن صفات الله المشيئة. ما معنى المشيئة؟ تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض وبصفة دون أخرى وبوقت دون آخر. نرجع لوين؟ وكل شيء عنده، يعني هو خصصها، عنده هو شاء لها، هو بتقديره الأزلي جعلها على ما هي عليه من الأحجام والكميات، من الجوهر الفرد، من الذرة إلى العرش المجيد. الله ما خلق جسما أكبر من العرش، ولو أراد سبحانه لخلق جسما أكبر من العرش. الله قادر على خلق جسم أكبر من العرش بألف مرة وبأكثر، لكن ما صار، لأنه ما شاء. ما صار يعني ما في جسم أكبر من العرش. لماذا؟ لأن الله ما شاء أن يكون جسم أكبر من العرش، لأن الله بمشيئته الأزلية خصص العرش بأن يكون أكبر المخلوقات جسما حجما. رجعنا إليه، وكل شيء عنده بمقدار. فمن الذي خصص الجوهر الفرد بأن يكون على ما هو عليه؟ الله. ومن خصص العرش بأن يكون على ما هو عليه من المساحة؟ الله. ومن خصصك من أن تكون على الحجم الذي أنت عليه بدل أن تكون بحجم الجبل؟ الله. بتقول لي ممكن أن يكون الإنسان بحجم الجبل؟ نعم ممكن. لسيدنا آدم قد يقول كما في الصحيح في البخاري في مسلم، قديه يطول سيدنا آدم؟ 60 ذراع بعرض 7 أذرع. تعرف 60 ذراع قديه تقريبا؟ 30 متر. 30 متر 60 ذراع تقريبا 30 متر، يعني أطول من بعض البنايات، يعني أطول من بعض البنايات. طيب ماذا قال ابن عباس عن قوم ثمود وعاد؟ كان الطول الطويل فيهم 100 ذراع. 100 ذراع. وهناك أقوال أكثر، 400 ذراع. فالله لا يعجزه بأن يجعل الإنسان بحجم الجبل، لكن بمشيئته خصص آدم ومن كان في زمن آدم بطول أطول مما نحن عليه الآن. ثم بدأوا في القصر إلى أن وصلنا إلى حجمنا هذا. وانتبه، لو شاء الله لجعلني وإياكم بحجم حبة العنب وبصورنا التي نحن عليها. من جعل النمل على ما هو عليه؟ الله. ومن جعل الفيل على ما هي عليه؟ الله. وهو قادر أن يجعلنا بحجم الفيل أو النملة أو حبات العنب أو الجبل. عرفنا شو يعني المشيئة؟ تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض وبصفة دون أخرى وبوقت دون آخر. هذا تعريف المشيئة. ارجع للدين، وكل شيء عنده. آمنت بالله العظيم. شو تطلع النتيجة يا إخواننا؟ كل هذا العالم، كل الأجسام المركبة، وكل الجواهر، وكل الأجسام، وكل هذا الكون مخلوق وجد بعد عدم بخلق الله له. قل الله خالق كل شيء. قل الله خالق كل شيء. مش الطبيعة؟
مش الصدفة، مش العفونة، مش الانفجار الكبير تعلق روح السعادين. لا، الله يقول في القرآن الكريم: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وجعل لأن الله متصف بالقدرة، بالإرادة، بالعلم. وأما الطبيعة فهي مخلوقة ولا تتصف بالقدرة ولا بالعلم ولا بالإرادة، فكيف توجد كونا وعالما؟ كيف توجد الإنس والجن والملائكة والبهائم وهي مخلوقة لها بداية ولا تتصف بالإرادة ولا بالقدرة ولا بالعلم ولا بالاختيار؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار. وربك شو الطبيعة؟ شو هي الطبيعة يا اخوان؟ شو هي الطبيعة؟ الشجرة؟ خليل الماء؟ شو هي الطبيعة؟ الجبل؟ شو هي الطبيعة؟ البهائم؟ على ما هي عليه الصفة التي جعلها الله عليها؟ هل تستطيع أن تخلق شيئا؟ إذا كانت الأعمال الصغيرة، الأعيان المرئية القليلة لا تستطيع أن توجد، فكيف توجد كل هذا الكون والعالم؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال عزعم الطبيعة الانفجار الكبير. أي انفجار كبير هذا؟ أي انفجار؟ هو اللي بيحكوا بالانفجار الكبير في عندهم انفجار بعقلهم. هو اللي بيحكوا بالانفجار الكبير خليه يجوا لعندنا ويجاوبونا عن هذا السؤال. اشرحوا لنا ما معنى الانفجار الكبير. اشرحوا لنا الانفجار الكبير عبارة عن شو؟ شو بدهم يقولوا؟ عن مجموعة عناصر؟ شو هي هذه العناصر؟ خلينا على زعمهم يقولوا تراب وصخر وجبل وحجر وغاز وهواء وأكسجين ورطوبة ومي، هذه العناصر بزعمهم؟ قال بعد الانفجار الكبير صارت السماء وسماء والأرض أرضا والجبل جبلا والبحر بحرا. هيدا الانفجار قبل ما ينفجر بناتكم وعقلكم وتحبسوا طلع من الانفجار الكبير على زعمكم، احكوا لي هذه العناصر اللي بنقول عنها انفجر، ما هي هذه العناصر؟ هي مادة وعناصر مجتمعة أم هي شيء أزلي بزعمكم؟ ما بيقدروا يقولوا أزلي، لأنه الأزلي ما بيتغير، وهذه العناصر بتتغير ولا العناصر تتغير، المادة هي اللي بيحكوا عنها متغيرة. يعني هذه العناصر التي يتكلمون عنها وهذه المواد التي يقولون انفجرت وصار منها الكون، من الذي أوجدها؟ هي أصلا لا إرادة لها ولا علم ولا قدرة ولا مشيئة ولا اختيار. اسمع وانتبه، إن قالوا خلقت نفسها بنفسها وقعوا في التناقض وصاروا حوكة للناس. ليش؟ لأنه عزاهم لو كان هي اللي خلقت نفسها بنفسها كان يلزم إذا كان هيدي الكتلة اللي بيقولوا فجري، إذا كانت هذه الكتلة هي اللي خلقت نفسها على زعمهم كان يلزم أن تكون قبل نفسها لتوجد نفسها، وهذا تناقض، وهذا تناقض. كيف تكون موجودة قبل نفسها؟ يعني هذا يؤدي إلى الدور والتسلسل، عرفتوا؟ وإن قالوا هي مخلوقة يقال المخلوق لا يخلق، لأنه هذه العناصر اللي انفجر منها الكون بزعمهم فروعها ومادتها بعد موجودة إلى اليوم أم لا؟ شو يا جماعة؟ موجودة أم لا؟ في تربة أو ما في تربة؟ في صخر أو ما في صخر؟ في إشارة أو ما في إشارة؟ في جبال أو ما في جبال؟ في غاز؟
وهذه المادة التي يزعمونها لو جمعوها الآن هل يطلع منها ربع قشر طرف نملة صغيرة؟ إن كان لا فيما عناصر هي كيف أوجب هذا العالم يا بهائم؟ كيف تقبلون أن تكون هي التي أوجبت العالم؟ كيف إن اعترفتم بأنها عاجزة وأنها الآن لا تستطيع أن توجد شيئا وأنها لا إرادة لها ولا اختيار ولا علم ولا قدرة ولا إرادة ولا تقدر على أن توجد ذرة واحدة من الهباء؟ كيف توجد هذا الكون بأسره؟ كيف توجد هذا العالم؟ فإذا سبب عجزها فالعاجز لا يوجد شيئا فالعاجز لا يوجد شيئا. وانتبه معه، إذا قالوا هي خلقت العالم يقال لهم لو كان بزعمكم هي التي خلقت العالم على زعمهم وانتبهوا، وقد اتفقنا جميعا أنه معك إرادة
الانتشار الكبير المزعوم. اي تطور واي داروين المخرج يلي بيكتبوا الانواع بيقول فيه: وانا في حيره من امري ولا اعرف مدى الجهل الذي انا عليه. روحوا شوفوا التحقيقات المنتشره في امريكا والجامعات التي تدل على فضيحه داروين وعلى تخريفه وتحريفه وكذبه وتدليسه وعلى السبب للحس قد يقال معناه في كلمه للحس عقول الشعوب بين امريكا وروسيا والتخريط الكبير اللي عايشين عليه الشعب والناس وهن عم يكسبوا داروين امثاله. والله تعالى كذبهم وفضحهم فقال في القران الكريم: اني خالق بشرا من طين. الله يقول: اني خالق بشرا من طين مش من ترب. الله يقول: ولقد كرمنا بني ادم. الله يقول: واليوم فلينظر الانسان مما خلق. خلق من ماء دافق كمده يخرج من بين الصلب والترائب. هكذا خلق الانسان من ماء ابويه الصلب. الصلب للرجل والترائب وهي عظام الصدر للمرأة. الله يقول: خلق من ماء دافق. هذا قول الله. نحن عندنا القرآن والقرآن اسمع هذه العبارة وحفظها. نحن عندنا القرآن والقرآن هو العلم الصحيح الذي يستحيل أن يتخلف ما أخبر عنه القرآن. القرآن هو العلم الصحيح وما خالف القرآن فليس علما صحيحا. نظريات تخريفات بيتفكش بالماضي وبيوقع بتنزل على راسه التفاحه وبيطلع براسه نظريه. بيشوف راس حمارة تحت صخره كويتي بيقول لك 5 مليون سنه. الله اكبر، 5 مليون سنه. بيشوف برش ملموسه على صخره واقعه تحت الجبنه بيقول لك 4 مليون سنة. الله أكبر، الدنيا كلها بعضها ما عمرها 1 مليون سنة واحدة. هذه الأرض كلها بعضها قال العلماء قريب احتمال 50,000 سنة. بيحكوا لي المليارات في هذه الملايين السنين هن بعضهم بيكسبوا بعضهم. واللي عنده القرآن بيحتاج لهول المصادر. اللي عنده القرآن بيحتاج لهول المخرفين. اللي عنده القرآن بيحتاج لهول اللي هن بيعترفوا على حالهم بالجهل والكذب والتناقض. يا شيخ يعني شو معنى النظريه؟ يا ناس يا اهل الخير يا اهل الفهم، شو يعني نظريه؟ تعرفوا بمشهد المعلمين في القانون البريطاني للجامعات ماذا يقررون فيه؟ ممنوع على الاستاذ، ممنوع على المعلم ان يوهم الطلاب ان النظريه حقيقه علميه، ممنوع. هذا بمرشد المعلمين في القانون البريطاني. اسمه نظريه، اسمه نظريه، يعني منا حقيقه علميه، منا حقيقه ولا ترضى الى الحقيقه. اذا كان عزمهم حقيقه علميه ثابته، كيف بعد 100 سنة نظروا نظريات سابقة؟ وهل عم ينطوا نظريات ثانية؟ وعم ينطوا نظريات أخرى؟ لو كان على زعم النظريات هذه علم حقيقي وشيء ثابت، ما كان تنطق لا بعد 100 سنة ولا بعد 200 سنة ولا بعد 1000 سنة. لذلك قلت لكم القرآن هو العلم الصحيح. وما خالف القرآن فلا عبرة به. ما خالف القرآن لا يعبر به. ما خالف القرآن لا وزن له.
حركة بطيئة وهي في مكانها
هنا تضوية البلدية، لأن هذا الضوء يشوش على الرؤية. لا بيوت ولا ضوية شارع ولا بلدية، ما في بالمعنى عدم في الليل. نزل وصار يراقب نجمة القطب الشمالي، ثم دلل عليها وكانت حركتها ظاهرة في الظلام الشديد ترى، وهذه الحركة ترى. ثم هذه النجوم وإن كنا في النهار لا نراها، لكنها موجودة أم غير موجودة؟ وحركتها موجودة، وحركتها موجودة. هذا قسم من العالم في حركة دائمة منذ خلقه الله النجوم، قسم آخر في سكون دائم منذ خلقه الله. شو هو هذا القسم؟ السماوات والعرش. السماوات أكبر من الأرض بكثير وأوسع من الأرض بكثير. السماوات أجسام حقيقية، صلبة ثابتة موجودة، مش وهم خيال، مش مثل ما بيقول عبدين الشريف هذا مريض الأعصاب أو طبيب الأعصاب، بيقول قال الكون في توسع دائم مثل الضابط اللي عم ينفخ فيه وعم يتوسع. هذه من اصحاب التخليفات النظريات المخرفه. لا صحيح، ليس في توسع دائم كما يقولون، ومش الارض هي متحركه والعالم متحرك الا يبدو، ولا يوجد ذره من الكون ساكنه انما هو في حركه لا نحس بها. كذب. الله ماذا قال في القران؟ اسمعوا، وله ما سكن وله ما سكن في الليل والنهار، وله هو خلق لله ملك لله، الله متصرف فيه. طيب كل هذه عن السكون، وله ما سكن في الليل والنهار والحركة، وكل في فلك يسبحون. والله يخلق لله خالق كل شيء، فالمتحرك والساكن مخلوق لله. واضح؟ طيب، السماوات والعرش أجسام ثابتة قوية صلبة لا تضطرب كما الأرض، وليس في توسع دائم كما يقول هذا المخرف وأمثاله. الله ماذا قال في القرآن؟ وبنينا فوقكم سبعا شدادا. شدادا، الله السماوات أشد من الأرض، السماوات أصلب من الأرض وأمكن من الأرض. تعرفوا ليش؟ في دليل أنتم كلكم تعرفون، السلاسل تصيب السماء من تصيب الأرض؟ أعلم، يعني الأرض تضطرب، تتكسر أم لا تتكسر؟ في فيها مرتفع ومنخفض أم لا؟ لها شقوق أم لا؟ أما السماء قال ربنا عنها وما لها من فروج. وما لها من فروج، ليس لها شقوق كما لله، لا تضطرب بالسلاسل كما الله. فإذا منا دائما بتوسع، الله قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا صلبة ثابتة أثبت وأمكن من الأرض. والعرش الذي هو سقف الجنة وهو منتهى العالم من جهة فوق، فالسماوات والعرش في سكون دائم. هذا القسم الثاني من العالم. القسم الثالث يتحرك مرة ويسكن مرة، الإنس والجن والملائكة والبهائم والأشجار والمجارة والمياه وأشياء كثيرة أخرى. أليست تنتقل من سكون إلى حركة ثم من حركة إلى سكون؟ الله هو الذي خصصها بمشيئته أن تكون على ما هي عليه، فلا يجوز أن يكون الله في سكون دائم وإلا لكانت العرش والسماوات. سيعترف له أمثال. ولا يجوز أن يكون في حركة دائمة وإلا لكانت النجوم لها حركة دائمة. ولا يجوز أن يتحرك مرة ويسكن مرة
سمعا وعقلا أن الله هو الذي أوجد العالم، خلق الكون، فلا يشبه شيئا من الكون، ليس جسما، ليس حجما، لا يتصف بالسكون الدائم ولا بالحركة الدائمة ولا بالحركة مرة ولا بالسكون مرة أخرى، ليس كمثله